مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق الموضوع ديال الحسين مع خمسة البنيات، الإشكال ديال الزوجة اللي تخلات على العائلة سنين طوال، المآل ديال هاد خمسة البنيات صعب، المآل ديالهم صعب صراحة. من بين الإشكاليات اللي طرحات هو الإبنة الكبيرة اللي هي خديجة، تعرفت على شاب وعدها بالزواج، ولدت معاه جوج ديال الوليدات، في الاخر غبر ولاو عندها جوج ديال الوليدات، والازمه ديال اختها اللي مريضه، والاب اللي هو شيئا ما يعاني متقدم في السن، وفي نفس الوقت خديمه على قد الحال. السكن شفتوه، جميع المشاكل الصعبه كتعاني منهم هاد العائله بعد فقدان الزوجه، والزوجه اللي الاب كما شفتوا معايا صرح بانه لا علاقه بخيانه الزوجيه. غادي نشوفوا حيثيات القضيه بالتفصيل مع خديجه. خديجه انت هي البنيه الكبيره، من بعد الواقعه ديال اختفت الام، اختك مسكين بحكم الحب اللي عندها منكم هي سببها في هذا المرض النفسي اللي عندها. واخ هنا غيطرح مشكل ثاني، انك تعرفتي انت على شاب ما درتوش العقد، ولدتي معاه جوج الوليدات، تخلى عليك في الاخير، هنا ولا مشكل تاني. خمسة البنات وزيد عليهم جوج الولاد ديالك، صعبة المهمة بزاف. عاودي لي الولد كيفاش عرفتي؟ كنت كنقرا في المدرسة، يعني كان هو ديما كيكون تما حدا المدرسة وداك الشيء، يعني وكنت صغيرة صافي خرجت من المدرسة، بقى كيدور تما، كيجي هو كيسكن في ليسات، فما كيسكنش حدانا، كيجي تما وداك الشيء. واحد النهار قال لي شوف راه بغيت نتزوج بك وهادي ونمشي نخطبك من داركم. قلت لي صافي سير، مشي عند بابا وماما، ديك الساعة كانت باقا ماما، خطبني من الدار، بقينا هكاك فهمتي، بقينا يعني يلاه عندي 15 عام ديك الساعه، فاش يلاه تخطبت بقيت فحال هكاك، وقعت في الغلط، حملت ملي حملت جا ودرنا الفاتحه دارنا ودارهم، ومشيت جلست معاهم في دارهم في ليساس، صافي بقينا كنقولوا تنصايب لاكارت وغنتكاتبوا. ملي وصلت 18 عام وصايبت لاكارت، هو كان ديك الساعه قبل ضارب مع واحد مول الحانوت، وهرس ليه الجاج والفيترينا ونفس ليه البوطات ودار لي داك الشيء خايب بزاف. صافي مشى مول الحانوت ديك لارابي من ديك الساعه، ومن بعد كنقول يلاه نتكاتبوا، كيقول لي لا ما نمشيش دابا، راه خصني نجمع الفلوس باش نفاريها مع مول الحانوت، وديك الساعه نمشيو نتكاتبوا، ما يبقى عندي لا بلان لا والو، نمشيو نتكاتبوا. بقى فحال هكاك حتى حملت ثاني بالولد الثاني. صافي بقى جلس ولدت، بقى يلا ولدت بشي شهر ولا شهر ونص، صافي ولا كيتبدل، ولا كيقول لي لا انا ما قلتش لك ولدي، انا بغيت نمشي من هاد البلاد، هاد البلاد ما عطاتني والو، غنمشي للحبس، غندير، غنفعل. كنقول لي راه تخلينا، كيقول لي غنخليكم مع باك وغادي نمشي، راه يسهل عليا الله ورجع. ومشى ما بقاش رجع، مني مشى ديك الساعه ما بقاش رجع. دابا هادشي اللي كتعاودي ليا 8 سنين كلها، ياك انا غنقرب انا وياك الصوره. الموضوع الاولي تكلمتي ليا كلام منطقي، 15 سنه جا دار الخطوات الاولى ديال الخطوبه، دوا مع باك، بديتو كتسناو باش تزوجي حتى 18 عام، ياك واخ من موراها ولا في هذا المشكل؟ هذا المشكل اش دار ليه؟ وفكو؟ لا مشى عند السيد حل مع المشكل؟ لا ما مشى عنده ما حتى شي، باقي في الروشيرش هو؟ باقي في الروشيرش الان. دابا شنو هو الدليل اللي عندك انت؟ كيتواصل معاك هو؟ لا ما بقيتش، مني مشى صافي، مني مشى انا مرتو طفات، كل شيء ما بقى حتى شي حاجه. واش عرفتي انت بلا باقي المشكل، ولا يقدر كل الامن خداه ودوز الحبس، ولا ما عرفتيش؟ لا ما هادشي ما يعني ما حاولتيش تقلبي على والدي؟ مشيت عند امو وجرات عليا، قالت لي انا ولدي راه انا براسي ما بقيت سمعت عليه حتى خبر، زيتيني في ولدي الله ياخذ فيك الحق. قالت لي ولدي ما عمره ما كان كيفكر يمشي لشي بلاصه تعرفك انت، صافي وجرات عليا، وما كانوا تما كارين في ليساس. فملي مشيت المره الاخرى كنسول عليها، كان مرض ليا ولدي الصغير، ومشيت عندها قالوا لي الناس راه رجعت للمزاب، حيت ماما المزاب، قالوا لي راه مشات للعروبيه. هاد الوليدات اللي عندك شحال عندهم نعم؟ واحد عنده 7 سنين، واحد دابا عنده عام واربع شهور. واش مقيده؟ ما الاوراق ديال السبيطار هما اللي عندي. دابا الدري اللي عنده 7 سنين، المدير ديال المدرسه الله يجازيه بخير دخلوا لي بالورقه ديال السبيطار. ما درتيش انت شكايه في الموضوع بناء على هاد الشهود اللي كانوا حضروا الخطبه باش تثبتي الحق لهاد الاولاد؟ ما درت حتى شي حاجه، يعني كنقول دابا يرجع ولاد، دابا دارهم يعني كون وقفت معايا غمو
كون وقفت معايا غير ما كون صيبت الوراق لولادي وما حتى واحد ما وقف معايا، كلهم ما اصلا من الاول ما كيبغيونيش، وما ما كيفاش غنقول لك، خصوصا ملي مشات ماما وطرا داك الشيء صافي، يعني بديت كرد البال، واحد التغيير كبير في المعامله، ما بقاوش كي كانوا. انا غنرجع معاك للقصه ديال الام ديالك. الام ديالك الواقع اللي عاود لينا الاب بلا علاقه بواحد السيد، هادشي كاين. اه كاين، وهذيك الليله اللي مشى بابا، علاش مش عدات ليا معاها ولدي الكبير، ديك الساعه كان باقي صغير، يلاه عدو عامين، داتو معاه، قالت لي الصباح، قالت لي انا غنمشي نديه معايا، خليه ما يبقاش براستك، نديه معايا، وداتو وما جاتش. بقينا نتسنى، وانا تخلعت على ولدي، وليت كنقول بابا راه كره داتو ما غتجيبوش كره، ويقول لي ديك الساعه انا باقي بابا عاودوا لي الدريات خواتي، وما قالش لي، راه قالوا لي راه كانت جالسه مع الدري، وداك الشيء حتى لذاك النهار قال لي شوفي راه كاين وكاين وكاين، نوضي يلاه نمشيو. قلت لهم انا شوفوا انا ما مشيتش معاهم، قلت لهم سيروا نتوما وانا غنبقى هنا، ما ربما تجي ولا شي حاجه نشد من عندها ولدي، انا ديك الساعه ولا يبان لي غا ولدي نشد من عندها ولدي صافي. ومشاو هما، وقع داك الشيء اللي عاود لك بابا، لقاوها تما مع شي واحد. نتوما دابا في الدار، نتوما في المجموع كامل خمسه، كاينه انت وكاينه اختك هي معايا، وكاينه ورا الكاميرا اختك الصغيره، ياك باقيين جوج، وحده اختها عمك، والاخرى فين هي؟ وحده دابا العطله، حيت بابا كان مجوز شحال هذه بواحد المراه اخرى، طلقوا قبل ما يتزوج بماما، عنده خويا، عندي خويا كبير ولد مراه اخرى، دابا ملي جات العطله هذه ديال السيمانه مشات تجلس معاهم شويه، قالت لك نمشي نجلس، وعيطنا لها قلنا لها جي، قالت لك لا ما غنجيش حتى نهار الحد ولا السبت باش تدين نقرا. يعني الاب ديالك انت ملي تزوج بماما كان هو قبل مجوج؟ اه كان قبل مجوج. شحال ديال الاولاد عنده؟ واحد. وماماك ما كانتش مجوجه قبل؟ لا ما كانتش، ماما ما عمرها ما تزوجت، تتزوج. ما عمرها امك حاولت تواصل معاكم في هذه الكوارث؟ راه كاع المصائب الكحله جات لهذه العائله. ما بغاتش، هضرت معنا ديك المره وطلبناها، وما دراناش، ما دراناش، يعني حتى ذاك الغلط اللي دارت تكون غتعترف، كتقول لك لا وانا وانتوما وغوتوا عليا وانتوما، وحنا علاش غوتنا عليك؟ حنا راه غوتنا عليك، ما بغيناكش ديري في حال هكاك. يعني شنو كتقول؟ كتقول بلي داك الشيء ما كاينش، هاد الخيانه ما كاينش؟ لا كتقول لك شدني بزز، انا ما عليا والو، كون كان كاش كتقول كون كان باك موفر لينا كاع داكشي اللي خصنا، انا راه كاع ما غنخرج، يعني ويطرى ليا داكشي، وهي كدابه، خواتاتي الصغار كيقولوا بلي راها مشات 12 يوم وهي جالسه مع داك خاينه في هذاك البيت، وكتلقى في السباب، قالت هادي اختي مرضت مني مشات ماما، فاش درت داك الفيديو عيطات، قالت لك نتوما اللي مرضتوها، نتوما اللي عطيتوها شي حاجه حتى مرضات. اختك ما كتجبد ماما، كدوي عليها؟ لا ما كتبغيهاش، ما كت كانت شي شحال بكات عليها فاش مشات، ولات كتخرج من الدار ما كاتباتش، ولات كتكمي، ولات كدير شحال من حاجه، وفاش كدوي معاها كتقول لك انا راه امي، هاد الهضره باق ليا ما بين عيني، كتقول لك انا امي ما عقلاتش عليا، وانت غتعاقلي عليا صافي. وبقات حتى لواحد النهار جات مريضه، جات كتغوت، ما عرفناش مالها، قلنا ياك ما واكله شي حاجه، الغد اللي غادي تفيق، يعني فهمت ساعة والو، من ديك الساعة وهي مريضة. السؤال الأخير اللي عندي معك، أنت دابا في هذا البيت ياك، وأنت أختك الصغيرة، كيفاش كتعيشوا؟ باك عنده 50,000 فيها الكرة، وكيفاش كتسيسروا الأمور؟ عندك جوج الوليدات، كي غديري لهاد الأمور؟ الحمد لله على كل حال. شوف المهم هو الكرة، انا بالنسبه لي المهم، لا بالنسبه لي لا بالنسبه بابا، اول حاجه كنديرو ملي كيتخلص هي الكرة، وقعدت الا تعاون معايا شي واحد قبل من الشهر كنسبقوا الفلوس، حيت كتبغي تحيدي الكرة، فهمتي، كتبغي تهناي بعدا واحد شويه، والصايره داكشي اللي قسم الله راه كناكلو، يعني كنمشيو على قدنا. العائله ديال ماماك ما عمرهم تواصلوا معاك؟ لا العائله، عندك خوالات؟ ما عندك؟ عندي، ولكن ما احنا من الصغر ما عندناش ديك القرابه معاهم، يعني ما كل واحد ومدهي في راسو، كل واحد ومدهي في حاله صافي. وملي دويت مع خالتي قلت لها انت شوفي ماما اش دارت، ودوي مع انت اختها كبر منا، قالت لك دبروا راسكم بيناتكم، امك راه حمقه، حنا راه النهار الاول قلنا لباك هذيك راه حمقه صافي. ما الله يفرج عليك يا ربي، الله يستر ليك، والله يشافي اختك يا ربي.
ان شاء الله ان شاء الله يا رب. مشاهدينا الكرام، بديت نوري الراي العام اكثر في الموضوع، غادي نحاول انني نلخص في الموضوع انطلاقا من الاب اللي عنده 5 ديال البنيتات والام اختفت عن الانظار انطلاقا ملي اكتشف انه خيانه زوجيه. هذا موضوع هنا اش غيوقع من بعد؟ غادي يوقع انه لهذه الابنه بسبب فقدان الام ولا عندها انهيار عصبي من ولا عندها مشكل اخر لدرجه انه فاقد الاليه، كتصرف شي تصرفات خطيره. هذا اشكال، وهو دور التطبيب والجمعيات في هذا الموضوع، هذا شق انساني محض. ثم المعاناه ديال الشابه اللي هي البكر، هي الكبيره في العائله، اللي بالعلاقه ديال شاب في 15 سنه نتج عنها حمل، رغم انه جا هو ووالديه وخطبوها في دارهم وهي ما قدرتش دير العقد حتى توصل ل 18 سنه. بين 15 ل 18 غادي تغير الامور لما هو اسوأ، اختفى عن الانظار، فكان مآل العائله هو التشرد والزوال والمشاكل. مشاهدينا الكرام، بو الحسين 63 سنه يعاني هذا الحجم ديال هذه المشاكل كلهم، خدام في شركه ديال الحديد ب 50,000، كيفاش غادي يشرف ويكون عنده تتبع لهذه الابنه اللي مريضه مرض نفسي، وكذلك الابنه ديالو كبيره اللي عندها 2 وليدات، اللي كذلك دور المجتمع المدني كيفاش نساعدوها باش يكون عندها الوثائق من هذا الاب اللي تخلى عليها وعلى ولاده. مشاهدينا الكرام، القمه في الغرابه في هذا الملف، نفس الطريقه تختلف في شق بسيط جدا اللي وقعت الحسين مع مرته على 5 البنيتات، اللي وقعت الان الخديجه 23 سنه مع راجلها في 2 ديال الاولاد. وهذا اشكال الوضع ديالهم، الله عز وجل اللي علم به. فين كيسكنوا في هذه البويات وهذه الكوزينه؟ الا كان يعني حاولت ما امكن نحلل في الموضوع، بغيت نعرف كيفاش غادي ينعسوا دابا. وحده في الخواتات خداها العم، الثانيه خداها الاخ ديالها اللي من الاب من الزوجه الاولى، بقاو 3 ديال البنيتات، كيفاش غادي يدير هو وهاد 3 البنيتات ثم الاطفال الصغار اللي هما بنات خديجه؟ عدد واضح في هذا البيت. ارجوكم المغاربه في المغرب وخارج المغرب وكذلك الجمعيات. مشاهدينا الكرام، القمه في المعاناه عائلات الحسين و5 ديال البنيتات، كل من ساهم او ساعد الله يقبر اجره. سوف ان شاء الله نبقى على تتبع هذا الملف، وسوف اوافيكم دائما الجديد فيما يخص القضيه ديال الحسين و5 البنيتات والمآسي اللي في هذه العائله صراحه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.